السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل من داخل الفيفا، أكد شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لصحيفة دايز نيوز أن يوم 21 إبريل الذي ينتظره كل الجزائريين ليس هو اليوم المحدد للفصل في الطعن الذي قدمته الجزائر في مباراة الجزائر والكاميرون ضد الحكم الغامبي جزامة، وإنما هو تحقيق فتح التحقيق في الملف، وإذا لم تنصف الفيفا الجزائر سيتقدمون إلى لجنة الطعون وبعدها إلى الطاس. وهذا مجمل ما قاله عمارة إلى الصحيفة كاين أن يوم 21 إبريل ليس هو اليوم الفصل في قضية الجزائر والكاميرون، وإنما يوم 21 إبريل يفتح الملف الجزائري وإن شاء الله يكون فيها خير. ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.